حي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم من جديد على قناة فكرة ديكور. قبل ما نبدأ الفيديو هذا حبيت نقولكم على حاجة. الفيديوهات اللي مش تنزل على قناة فكرة ديكور مش تكون ما هيش فقط في هذا المطبخ اللي نصنعوا فيه، بتنزل فيديوهات ثانية مش تكون فيه فيديوهات فيها طريقة العزل، طريقة صناعة متاع هذوما الوحدات التسخين المركزي اللي تحت الأرضية حتى تكون التسخين متاع الأرضية والتدفئة وكذا، مش يكون فيها يعني تركيب السيراميك، مش يكون فيها يعني السباكة أعمال، مش يكون فيها صناعات متاع الحديد متاع الكراسي متاع كذا متاع الحدايا وكذلك. مش ننزل لكم شوية فيديوهات نعلمكم كيفاش تصنعوا المكنات متاع القص متاع الخشب الام دي اف هذه الكبيره الغاليه، بعلمكم تصنعوها لوحدكم ان شاء الله، بعلمكم كيف تصنعوا منشار الطاوله، بعلمكم تصنعوا الجريندر، نعلمكم كثير من الاشياء ان شاء الله، وكذلك مش نعلمكم زاد اللحام. لذلك اخواني مش تلقاو الفيديوهات اللي مش تنزل مش تكون متنوعه، كل وحده عندها النوع نتاعها وانتم اختاروا الحاجه اللي تعجبكم. والان نبداو مع بلوم افنتوس اش اف اللي هو وحده الرفع نتاع الفساد نتاع المطابخ، تكون خزانه عاليه معلقه فيها اثنين واجهات بيفتحوا مع بعض، الاولى بتطلع هيك والثانيه هيك. طيب مش نوريكم شنية الاشياء اللي تلقاوها مع الوحده هذه لما تشتروها وكيف تركبوها بالضبط ان شاء الله ونعلمكم. وتوا اخواني اول حاجه نوريها لكم باش تعرفوها شنو تاخذوا، شنية القطاع اللي بتاخذوها لما بتشتروا الميكانيزم هذايا نتاع الفتح نتاع اثنين واجهات مع بعض، نوع بلوم افنتوس هاش اف. شنو يجي معاه الافنتوس هذايا؟ اولا يجي معاه هذايا الميكانيزم سيلافو، يعني هذا وحده الفتح اللي هي هذه، شفتوها هكذا بتيجي هكذا وفيها ارقام 25 30 35 ظهر لي. الارقام هذه تتحسب حسب الوزن والحجم نتاع الواجهات اللي مش يفتحها. به الميكانيزم هذا الوحده هذه نتاع الفتح بلوم هذه يجيوك اثنين، بتاخذوا اثنين بيجيوك في الصندوق اثنين، ما فيهمش يمين ويسار، اي وحده بتركب من اليمين او من اليسار عادي نفس الشيء، فهمتوني؟ به من بعد تيجي معاهم هذه الغطاوات نتاعهم بعد بالتركيب، يعني بيركب الغطاء عليها هكذا، يركب بهذه الطريقة عليها حتى ما يظهر الميكانيزم في الخزانة. وكذلك يجيو اثنين الغطاوات هذم على اليمين وعلى اليسار، ويجيو كذلك الغطاوات هذم فيه اللي مكتوب عليهم بلوم، فيه اللي ما مكتوب، هذه ما مكتوب عليها، لو تشتروا وما مكتوب عليها مو مشكل، يعني هذيك هي بلوم بس هي بتصنع الغطاوات هذم لونين ابيض وهكذا ورمادي، هذا كذلك تصنعهم ابيض ورمادي، في المكتوب عليهم في اللي ما مكتوب عليهم، هذا الغطاء بيركب بعدين هنا، فهمتوني؟ هكذا على الدائره هذه، في المكتوب عليهم هنا بلوم. به يعني اثنين غطاوات كبار، اثنين غطاوات صغار، واثنين هذا وحدات الفتح. من بعد شنو يجي معاهم كذلك؟ يجوا معاهم الايدي هذه الرافعات اليمين واليسار، هذوما هما تيليسكوبيك، يعني بيفتحوا وبيرجعوا حتى تعدل بهم الفتح نتاع هذا الوحده. بعدين بوريها لكم كذلك لما بنركبها بوريكم كيف بتشتغل هذه، بس بوريكم لكن الان بوريكم يعني بسرعه. بتفتح هذه شفتوها بتفتح، وهو بيطلع الميكانيزم هذا اهو شفتوه بيطلع وبيرجع، يعني انت بعدين بوريكم وفين بنعدله ان شاء الله. هذو يجيو كذلك اثنين. المفصلات نتاع الميكانيزم هذو بوريها لكم لما بنركب، وكذلك المفصلات يجمو يكونوا اثنين كليب اون هكذا واثنين هكذا عاديين للفصادات اللي العرض نتاعهم اقل من 70 سنتيمتر، لو اكثر بيجوا ثلاثة ثلاثة، فهمتوني؟ احنا هوني اقل يعني ثلاثة ثلاثة اثنين اثنين. ويجوا كذلك الوحدات هذه نتاع التركيب اللي بتركب بها المفصلات على الهيكل، تو باش نوريكم كيف ان شاء الله. به هذه هي الاشياء اللي بتيجي مع هذه مع هذا الميكانيزم بلوم. الحاجه الثانيه تو باش نوريكم ان شاء الله كيفاش نقوموا بتركيبهم، يعني تجميعهم حتى تعرفوا تفكوهم وتركبوهم، ونمروا طوالي لعمليه الثقب ووريكم الاماكن اللي بتثقبوا فيهم وتركبوا فيهم ان شاء الله. اول حاجه الميكانيزم هذايا اللي هو هذا او هذا هما نفسه، هذا بتركب عليه الايد هذه بالطريقه هذه، السكه هذه شفتوها، هذه السكه بتدخل فيها الايد من فوق هكذا وتضغط عليها خلاص
ركب شفتوه. من بعد لو تحبوا تفتحوه فيه لهنا، شوفوا معايا للفتح فيه لهنا من تحت، هذه القرص هذايا تضغط بيها هيك وخلاص بيتفك لوحده، فهمتوني؟ هذه حاجة سي عرفته. الوحدات التثبيت هذه اللي هما هذو فيه منهم هكذا وفيه منهم هذم المثلثين، هذم هيك هذم بيجوا بيركبوا هما نفسهم سواء على المفصلات او على الايدي. كيف مثلا المفصلة بالطريقة هذه، هذه بتركب على الهيكل، من بعد كي تركب المفصلة فيها هي من هنا الدخلة هذه، شفتوها الحفر هذايا بيدخل في هذا العمود، هذا عمود، وتنزلها هيك للقرص تضغط عليها خلاص ركبت، شفتوها؟ لما عاوز تفتحها القرص هذايا بتضغط عليه هكذا هي بتطلع، مفهوم؟ مفهوم. ونفس الشيء هذه الوحدة كذلك بتركب هنا على الايد في المكان اللي مش تمسك الايد بالواجهة بالفصل، الحفر هذايا بيدخل هنا في هذه الحديدة هكذا وخلاص، فهمتوني؟ والفتح نفس الشيء بتضغط على القرص وتفتحها تتشيل، شفتوها؟ به خلاص. هذه هي الاشياء اللي عندنا. طبعا مش نوريكم كيفاش تقوموا بالحساب متاع الاماكن اللي بيثبت عليهم كل شيء، شوفوا مع بعضنا ان شاء الله. هذا هو الافنتس وهذا هو الشكل متاع الفصات اللي مش نفتحه، لكن هنا هو بزجاج احنا مش ركبوه MDF. ارتفاع متاع الخزانة متاعنا هو 800 ملم، صح صح. اذا كان الخزانة عندنا الارتفاع متاعها الكامل ما بين 480 و 549، الكا اش هذه نحسبوها بالطريقة هذه. اذا كان الارتفاع متاع الخزانة متاعنا هو من 550 لل 1040 ملم، نحسبو الكا اش متاعنا هذه بالطريقة هذه. الكا اش كما قلت لكم هي الارتفاع هذا الكامل، باش نخرجوا منها الهاش، الهاش تساوي الكا اش اللي هو الارتفاع الكامل هذه. لهنا احنا عندنا الخزانة طولها 800 ملم، يعني في الناحية الثانية في الجزء الثاني ما بين 550 و 1040 ملم. الكا اش نضربوها في 0.3 ونطرحوا منها 57 ملم، نلقاو الاش. الاش هي الارتفاع ما بين اخر الخزانة والمكان متاع الخط اللي مش نعملوه هيك على الخزانة حتى نثبت عليه الوحدة هذه، مش نوريكم كيفاش ان شاء الله. تبو 800 ملم متاعنا الارتفاع الكامل للخزانة اللي هو هذا الارتفاع الكامل من خارج مش من الداخل، فهمتوني؟ شفتو 800. ناخذ المكان متاعي 800 هي تجي ما بين 550 و 1040، يعني باش نخدمو بالسطر هذا الثاني، نضربها في 0.3، ياهي شفتوها 0.3، بنضربها في 0.3 نلقاو النتيجة هي 240، نطرحو منها اهي 57 ملم، 57 ملم يساوي 183 ملم. والرفوف، والان اخواني كما تشوفوا هذا هي الخزانة متاعي مش نركب عليه هذا الميكانيزم، لكن انا نيمت هيك على جنب حتى يكون الظهر هذايا الجنب هذايا نايم على الطاولة عندي، فهمتوني؟ باش يكون اسهل. من الخارج ونحط 183، او من الداخل نحط 167، يعني نطرح السمكم هذايا متاع الخشب هذي ونحسب من الداخل. انا بحسب 167 اللي هي هذه هي لهنا نفس الشيء 167 بالضبط اخواني، لا نزيد ولا نقص في المليمترات لانه الاشياء هذه بلوم، وخاصه هاتش الالمانيه بالمليمتر بالنصف المليمتر، تتنقص نصف مليمتر ما بيتقفل الفساد كامل، صدقوني وتقدروا تجربوا وتتاكدوا بنفسكم. توا ناخذ نحط المسطره ما بين النقط متاعي، يعني تكون هكذا، ونقوم باحداث السطر متاعي اللي هو هذا، خلاص فهمتوني؟ هذا هو السطر متاعي. السطر متاعي هذا كما قلت لكم ناخذ من اخر الخزانه من هنا المقاس الاول اللي هو 37 ملم، هذه 37 ملم، ومن بعد من 37 ناخذ 192، او من الاخر ناخذ 229 اللي هي هذه، صاروا عندي الاثنين نقط هذا، مفهوم؟ مفهوم. خلاص هذه الاولى، خلاص ناخذ الميكانيزم نتاعي
يعني وحدة الفتح اللي هي هذه شفتوها، فيها من الناحيتين هذم اللي قلت لك عليهم الأماكن الأول والثاني، هذم لازم يدخلوا في هذه الثقوب يعني بالطريقة هذه. نخليه هكذا ونبحث على المكان متاع الثقب ونخلي عليه الأول دخل والثاني دخل، شفتوه خلاص ما بيتحرك. توا نشوفوا مع بعضنا الأماكن متاع تركيب البراغي، هي هذه شفتوها الأولى هذه، وهو تلقاه مرسوم عليها وبرغي بس ما هو واضح منيح بالكاميرا. هذه الثانية، هذه الثالثة، وهذه الرابعة، خلاص أربعة براغي. هذا هو الميكانيزم الأول راكب على الجانب، وهذا هو السقف فهمتوني، وهذا الجانب اليمين راكب عليه بالمقاسات قلت لكم عليهم، والثاني نفس الشيء شفتوه راكب هنا خلاص شفتوها توا خلاص الايد ثابته ولا تفتح الميكانيزم كامل مفهوم الناحيه اليمين اللي هي هذه، اليسار نفس الشيء اللي هي هذه شفتوها. هذه الخزانه متاعنا خلاص خلصناها، نجيو للواجهات اللي هما اثنين اللي فصاد هذم شفتوهم، هذا الاول وهذاك الثاني من اخر الفصاد من الجانب مثلا بخلي 110 سنتي يعني 100 مليمتر، ونعمل خط ونيجي من الناحية الثانية نفس الشيء، لازم يكونوا مستويين، لو الفصاد عنا عريض ناخذ كذلك واحدة في الوسط بالضبط. المقاس هو من الآخر للمكان متاع الثقب هذايا متاع الوسط هو 22.5 مليمتر، يعني هكذا ناخذ هكذا ونقيس. ناخذ الفريزة هذه الديامتر القطر متاعها هو 35 مليمتر، ونحفر فيها عمق 13 مليمتر. ونركب الثانية نفس الشيء. من بعد ما قمنا بتركيب هذم المفصلات كليب توب 120 درجة من ناحية هذه العلوية في الفصاد الأول مش يجي من فوق، نسحبوه هيك. الناحية الثانية المقابلة من هذا الفصاد هو نفسه، مش نركبه عليها هذه الوحدات متاع تثبيت المفصلات اللي مش تثبت عليها المفصلات متاع الفصاد الثاني فهمتوني كيفاش نثبتوها، مش نفهمكم. الحفر هذايا تجي من أمام، وهذه المربعة من هنا بتيجي تنظر للمفصلة، يعني هكذا. المقاسات هي البعد من آخر الفصاد هو نفس البعد اللي عملناه لهنا لما ركبنا المفصلة 10 سنتي، الأبعاد هذم الاثنين أماكن متاع البراغي اللي بنثبتوا بهم هذه هي التالية، البعد الأول هو عن آخر الفصاد 23 مليمتر، والبعد الثاني عن آخر الفصاد هو 54.5 مليمتر. الأولى خلاص والثانية نفس الشيء. خلاص لهنا كما تشوفوا المفصلة الأولى ومقابلتها من الناحية الثانية في الفصاد هذه الوحدة المسك متاع المفصلة متاع الفصاد الثاني، ومن هنا نفس الشيء المفصلة الأولى ووحدة الفتح هذه متاع المسك متاع الوحدة الثانية. خلاص طبعا نمروا للفصاد الثاني. الفصاد الثاني لازم بيجي هيك هو، يعني هنا بنركب المفصلات اللي هي المفصلات هذه متاع العكسية شفتوها اللي بتفتح بالطريقة هذه فهمتوني اخواني. خلاص نفس الشيء مفصلات متاع الفصاد هذا جاهزين، وتوا نمشيو للناحية الثانية اللي من هناك مش نقيس تو مش نعلم كيفاش تركبوا الوحدات هذه نفسها، هذه الوحدات هذه اللي بتركب على المكان هذاك باش يثبت عليها هذا الايد هذا المكان هذا فهمتوني. شوفوا معايا منيح
المقاس نتاع الفساد نتاعنا اللي هو عندنا هنا في الورقه نتاعنا فساد 695 هو هذا العرض ما حشناش به، الطول هو 398 به نقسموه على 2 390 98 قسمة 2 يساوي 199، ناخذ ونرسم الخط خط في الوسط متاع الفساد 199 خلاص هذا هكذا، ونفس الشيء من الناحية الثانية. من بعد شو نعمله في هذا الوسط من هنا 27، أنا بكتب لكم 27.5 عندي، وهذه بعيدة 47 مليمتر عن الوسط في الناحية اللي تحت. النقطة هذه هي النقطة متاع التثبيت الجزء السفلي من هذه الوحدة اللي بتمسك الماسكة هذه، يعني الناحية المربعة هذه تيجي من ناحية الباتلي يعني من ناحية المفصلة، والناحية هذه اللي فيها الأسنان اللي قلت لكم عليها تجي من ناحية السفلية، يعني النقطة هذه وين الأسنان هي النقطة التقاطع هذه، نخليها هيك فوق منها في الوسط بالضبط، ونمسكها هيك بأصبعي حتى تكون بالضبط في الوسط، ونيجي هنا في النقطة الثانية هذه وناخذ الوسط متاعها هكذا، وهكا تصير عندي موجودة النقطة الأولى والنقطة الثانية. النقطة الثانية نفس الشيء نعملها هكذا خط حتى تكون ظاهرة، النقطتين هذم هما المكان متاع تثبيت البراغي لهذه الوحدة، مفهوم؟ مفهوم. ونثبتها هكذا بالضبط، لا نزيد ولا ننقص في الحساب، تعملوا بالضبط كما فهمتكم اخواني. هذا البرغي الاول وهذا من وراء البرغي الثاني كما فهمتكم. بعد ما كملنا ثبتنا الوحدات الكل على الواجهات، نجيو للخزانه نقلبوها الاعلى تحت والتحت اعلى، فهمتوني؟ مقلوبه هي شفتوها اللي بهذا الجزء العلوي صار من تحت، ونجيو لهنا مش نعلموا المكان اللي مش نركبوا عليه الوحده المسك كذلك لهنا اللي مش تمسك المفصله الاولى متاع الفساد العلوي الواجهه العلويه. كيفاش نحسبوها؟ سهل ياسر، نجيو نحسبوا الفساد متاعنا اقل في العرض بواحد مليمتر من اليمين وواحد من اليسار، نبداو بالناحيه اليمين واحد مليمتر، احنا عندنا 16 مليمتر هو السمك متاع الوحده هذه الخشبه هذه بيتغطى عليها اقل بواحد مليمتر، يعني نطرح منها واحد مليمتر نلقى 15 صح صح توا 15. ناخذ المسافه اللي خذيتها في الفساد في الواجهه بعيده من اخر الفساد للسونتر متاع المفصله للوسط متاع المفصله 10 سنتي 100 مليمتر صح صح، ناخذ 100 مليمتر اللي هي 10 سنتي ونطرح منها ل 15 اللي لقيناها، قديش يصير عندي 85 مليمتر. ناخذ المسطرة متاعي ونحسب من آخر الخزانة من الداخل 85 مليمتر، 1 2 3 4 5، ونعمل نقطة. نفس الشيء من الناحية الثانية اللي منغط، من بعد نخلي المسطرة هكذا مع الواجهة ونسطر هنا من هذه النقطة سطر هكذا مستقيم، ونرسم 23 مليمتر، ونرسم كذلك 54.5 هيك خلاص، هذا اثنين نقاط. نفس الشيء من الناحية الثانية، نثبت على هذا من النقطتين الوحدات هذه، مفهوم؟ مفهوم، يعني بالطريقة هذه بصفة انه الشيرة المربعة في داخل الخزانة والناحية اللي فيها هذه السن هذايا هي من للخارج تكون، مفهوم؟ مفهوم، يعني هكذا. طيب اخواني كما تشوفوا من بعد هي مقلوبة، نجيب الفساد الأول نركبه، وكما تعرفوا يعني بهذه الكليب أوبا خلاص فهمتوني، نركبوا الاثنين فصالات في الاثنين ماسكات. من بعد الواجهة الثانية اللي هي هذه شفتوها اللي فيها المفصلات هذه العكسية، ونركب المفصلات هذه في الماسكات اللي ركبتها في الواجهة الأولى، يعني بالطريقة هذه. يعني بالطريقة هذه نركب المفصلة في المساكة هذه ونضغط عليها، هي كريب توب يعني هي اوب
خلاص. وهنا نفس الشيء، اوب خلاص ثبتت المفصلة. توا اش نعمل؟ توا اخواني نقفل الفصاد متاعي الاول والثاني هكذا هكذا يعني، ونقوم ب في القلب متاع الخزانة متاعي نرجعها كيما كانت، فهمتوني؟ يعني بالطريقة هذه، بالطريقة هذه هكذا هكذا، ونجي لهنا الايد هذه نفتحها، شفتوها شفتوها، وفيها هذا نخليه مفتوح هكذا، ونجيب الايد متاعي وندخلها نفس الشيء في المساكة الثانية هذه اللي عملتها على الباب، شفتوها ركبت، ونركبها من الناحية الثانية نفس الشيء. هذه هي الواجهات خلاص راكبة على الخزانة. طريقة الفتح هي هذه، من تحت بتدفعها بتطلع هكذا، فهمتوني؟ لكن شنو هي الحاجة الباهية فيها؟ انه بقطع النظر عن الطول يعني متاع الانسان متاع السيدة اللي مش تفتح الخزانة هذه في المطبخ، المكان اللي هي بتوصل له لما بتفتحها، يعني لما بتفتحها هيك مثلا هكذا، هي تكون معلقة فوق، تفتحها مثلا على طول الايد نتاعها اللي هي بتقدر توصل لها حتى تغلقها. هذه مو مثل الديش العادي، ما ترفعها لفوق، بتوقف في المكان اللي انت تخليها فيه. يعني شوفوا معايا، تفتحها مثلا شويه، بس هي بتكون عاليه يعني معلقه، انا فقط بوريكم على الطاوله هيك مثلا، فتحتها وخليتها توقف هيك، تدفعها كمان فوق تقعد هيك، تدفعها كمان تقعد فيه، يعني كل واحد وحسب، يعني تكون هي عاليه، فهمتوني؟ لانه هنا هي ما هي عاليه لاني انا حطيتها على الطاوله ما علقتها على الحيط. يعني شوفوا في اي بوزيسيون في اي وضعيه تخليها بتقعد في المكان اللي انت بتخليها فيه، فهمتوني؟ هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انها تقفل، تقفل يعني واحده واحده، يعني ما بتضرب على الحائط، فهمتوني؟ مو مثل الديش العادي، بتطلع واحده واحده وبتنزل واحده واحده. يعني لما انا بقفلها هكذا هكذا خلاص، شفتوها ما بتضرب، واحده واحده بتضرب، ما تعمل طاف تضرب على الحيط خلاص. هذا هو الوضع نتاعها من الداخل، شفتوها هذه راكبه هنا، المفصلات راكبين الاولى والثانيه، الاولى والثانيه المفصلات، هذه الاولى وهذه الثانيه، هذه المكان اللي تركب عليه الايد، هذا المكان نتاع الوحده اللي ركبناها. توا من بعد ما خلصنا كل شيء نفهمكم، المكان هذا هذا تدخل فيه المفك البراغي او الدريل اللي بيدور البراغي، لو بدأه مكتوب مع والا، لو بتدوروا عباره تفتح برغي بينزل هذا الحديد لهنا، تولي سهله، تولي يعني سهله في الفتح كثير. لو يعني تقدر تنزل لوحدها من فوق، قد ما انت تدور يعني بتقفل تجيبها هنا، تولي وين ما تحطها انت تقعد في الوضعيه اللي تحب عليها انت كما فهمتكم انا. ومن بعد ما خلصنا كل شيء وعملنا التعديلات نتاعنا، نركبوا عليها الاغطيه نتاعها اللي هي هذا، يعني بالطريقه هذه، ونركبوا عليها الغطاء هذا اللي هو يركب هنا خلاص، شفتوها ركبت. والناحيه الثانيه نفس الشيء، كما تشوفوا بتفتح هيك اثنين واجهات، واحدة وواحدة، ولما بتحطها في اي وضعية بتوقف في الوضعية اللي تحب عليها انت، هذه الحاجة الاولى. ومن بعد لما تقفلها يعني بالطريقة هذه، لما تقفلها هكذا هي بتقفل لوحدها، فهمتوني؟ طريقة التقفيل تقدر تعملها اقل في السرعة اكثر في السرعة من الريجلاج اللي وريته لكم، فهمتوني اخواني؟ خلاص هذه هي الخزانة متاعنا، بارك الله فيكم، إن شاء الله تكون هذا الفيديو أخذتم منه معلومة. الفيديو القادم إن شاء الله بنركب أشياء جديدة، فلا تنسوا الاشتراك في قناة فكرة ديكور وتفعيل الجرس حتى تصلكم جميع الفيديوهات التعليمية من قناتنا الجديدة، وكذلك تستطيعون أن تقوموا بدعم القناة بواسطة نشر فيديوهات فكرة ديكور ومشاركتها على جميع صفحاتكم فيسبوك تويتر وإنستغرام وغيره. وبارك الله فيكم ودمتم في حفظ الله.